أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين، فأحيا الأنام من الظلمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم إخواني وأخواتي من المستمعين والمستمعات في كل مكان، سائلين المولى عز وجل أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجهه، نافعا لعباده. ونواصل وإياكم أيها الكرام ما بدأناه من بداية هذا الشهر الكريم في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الهدي والخلق الكريم، وعنوان هذه اللقاءات هو النبي القدوة. وها نحن الآن أيها الكرام نتذاكر وإياكم عن خلق عظيم كان يتخلق به سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وهو خلق البر. نعم، البر أيها الكرام هي كلمة جامعة لكل خصال الخير، وقد بيّن معناها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها، لما سئل عن البر وعن الإثم، قال صلى الله عليه وسلم: البر هو حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. نعم أيها الكرام، إنها كلمة جامعة تجمع لنا جميع خصال الخير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قد ترجم ذلك ترجمة واقعية في حياته، لما زكاه الله سبحانه وتعالى زكى باطنه وظاهره، حيث قال عنه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، خلق، وأي خلق؟ خلق عظيم. وقالت عنه عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن. نعم، خلقه القرآن. إذن البر أيها الكرام هو جميع ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأخلاق الحسنة، من الأوامر امتثالا، ومن النواهي اجتنابا. وكان أول من يمتثل الأمر هو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان يمتثل الأمر على أكمل أوجهها، وكان المثال القدوة صلى الله عليه وسلم في جميع أبواب الخير. فكل خير دعا إليه القرآن فهو من البر، وكل شر نهى عنه القرآن، وكل إثم نهى عنه القرآن، فاجتنابه من البر. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بره. نعم، البر أيها الكرام مقامات. أول المقامات أيها الكرام في البر هو البر مع الله جل وعلا، الخلق مع الله سبحانه وتعالى في امتثال أمره واجتناب نهيه. أول ما يدخل في ذلك أيها الكرام تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقدوة والأسوة في تحقيق توحيده لله سبحانه وتعالى، توحيده في ربوبيته، توحيده في ألوهيته، توحيده في أسمائه وصفاته. قد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله وحاله المثل الأعلى في ذلك كله. وكذلك من اتبعوه بإحسان من أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم، فاقتدوا به صلى الله عليه وسلم في كل ما يفعل، بل بالغوا في ذلك مبالغة عظيمة، حيث تأسوا فيه به صلوات ربي وسلامه عليه في جميع أحواله. فهذا هو المقام الأول في الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وأما المقام الثاني أيها الكرام فهو، وأمثلة ذلك قبل أن ننتقل إلى المقام الثاني، أمثلة ذلك في بره صلى الله عليه وسلم، ننظر إلى حاله مع عبادة ربه جل وعلا في توحيده قد بيناه، وفي صلاته
وفي زكاته وبدله وإنفاقه في سبيل الله وفي صيامه صلوات ربي وسلامه عليه، وفي كذلك حجه، وكذلك في تقواه لربه جل وعلا في امتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. فكل ذلك أمثلة، كل ذلك أمثلة في بر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المقام الثاني أيها الكرام في البر وفي الخلق الحسن، فيكون التعامل مع الخلق، التعامل مع العباد سواء مسلمهم وكافرهم. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أروع الأمثلة، فبر الوالدين قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك حث عليه ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وهكذا ينبغي أيها الكرام أن نبر والدينا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والإحسان إليهما سيما حال ضعفهما إذا بلغ الكبر أحدهما أو كلاهما، فلا نتلفظ بما يسيء إليهما، بل نتحملهما ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في برهما. وكذلك البر مع الأولاد ومع الزوجة ومع الجيران كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بل بالغ في الوصية بحق الجار والبر به وغير ذلك من الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من البر أيها الكرام مع غير المسلمين كما أمر بذلك ربنا جل وعلا وترجم ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالبر أيها الكرام خلق حميد قد ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله في تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى وتعامله مع الخلق كلهم. فينبغي علينا أيها الكرام أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله، ولا سبيل للاقتداء به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم في بره إلا بعد النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الكرام ينبغي علينا أن نجتهد ونجاهد أنفسنا في النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس النظر المجرد بل النظر الذي يدعو إلى العمل، النظر الذي يدعو إلى الاقتداء، لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو أصدق القائلين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسوة حسنة في خلقه، ومن ذلك الخلق العظيم البر مع الله سبحانه وتعالى، الخلق الحسن مع الله سبحانه وتعالى، والبر مع العباد، البر مع العباد مع المسلم ومع غير المسلم. وكذلك نجتهد كي نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلقه، حيث جعل الله سبحانه وتعالى خلق النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الاقتداء ومحل الاقتفاء ومحل التأسي، لأن الله سبحانه وتعالى زكاه وقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا أيها الكرام أدعو نفسي وإياكم وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب الرسول به أقتدي، حياتي هناء مع السنة. أحب الرسول به يقتدي، حياتي هناء مع السنة. أتانا بهادي الكتاب المبين فأحيا الأنام من الظلمة، من الظلمة.